احنا هنستنى البط عند البراميل اللي هناك دي. البنادق ادي اول بندقيه رش. ايوه. وادي تاني بندقيه رش. ايوه. وانتوا يا عم انتوا هتصطادوا بالسهام ولا ايه؟ لا احنا بنصطاد ببنادق خرطوش، لكن انتوا عشان مبتدئين هتصطادوا بالرش. ايوه. حاسب انت هتصطادنا انا. هنقعد هنا كتير؟ انا بقيت شبه الخيارة المخللة ببرميل التورش اللي انت موقفني فيه ده. الصبر يا بدران. وطي صوتك ليه يا عم؟ انت موطي صوتك ليه؟ الله فيش بطي ما بناء البطي ده يا عم. تعال نصطاد سمك ونصطاد ليه من اساسه؟ تعال اعزمك على اكل السمك مؤتمر عند قدورة. الهجوم امتى ان شاء الله؟ الهجوم على مين؟ احنا مش هنحارب ولا هنفضل في الدوش مقاديه كتير. هو سيد البط كده، انا حاسه ان احنا في حرب الاستنزاف. اقلع النضاره دي. ليه؟ هتلفت نظر البط والبط حساس جدا. مش قلع النيله. بقول لك اقلع. تولع النضاره واقلع الساعه دي كمان. انا جاي اصطاد ولا جاي اتقلب؟ وطي صوتك. الاستيك هيلفت نظر البط، قلت لك البط حساس جدا. طالما انتوا خايفين على احساس البط كده بتصطادوه ليه؟ ألف حمد لله على سلامة. أنا في اذبح وحشي. ما تخلص يا عم مجدي. خلاص فاضل خمس رشات ونخلص. هو كان يوم أهبل من أوله. هي تضربني بالبندقية. وأبويا يضربني بالرش. ما كانش له أصغر إلا أبويا يخزني بمطول. ولا رؤوف. انت تروح تقول لابويا ان انا لا طايقها ولا طايق ابوها ولا طايق العيله دي من اساس. حازم الموضوع كبير فعلا وابوك ما بيهزرش. انتوا لو ما خدتوش القرض ده في اقرب فرصه هتفلسوا. طب ما نقدم على القرض بنك تاني. في حالتكم المهببه دي مفيش غير بنك فؤاد الملطه هو اللي هيديكوا القرض. يا اخي بس لغي البت دي. يعني ده انت خبره. حازم في رشه هي واحده مش عارفه اطلعها. ليه؟ محتاجه خطاف. ايه ده حرام عليكم. دي مش طريقه فرجه على فيلم رومانسي كله احاسيس ومشاعر وشكل. انت بالك انت يا عم انت ومال رومانسيه. انت اخك فيلم علقه موت. علقه موت؟ انت مجنونه يا بنت. انت ما عندكيش دم. انا ما عنديش دم يا سافل. انت هتغلطي اقسم بالله همسح بيكي بلاط السينما دي كلها. ما انا لو كان معايا راجل كان اداك قلمين. فعلا؟ انت لو كان معاكي راجل كان عارف يلفك. ده على اساس ان شيرين قاعده جنبيها ولا ايه؟ مين ده؟ قولي لي بقى صاحبك وماي فريندز وجو المريطه اللي انتوا عايشين فيه ده هو بالليل. يا عم ده خطيبي. خطيبك؟ مش شايف اي دبل في ايديكوا. لابسها في صباع رجلي يا عم. ليك شوف حاجه؟ صباع رجلك؟ انت بتهزر. اقصد يعني خطيبها عرفي مثلا حاجه زي كده؟ عرفي طب تعالى لي بقى. انا عرفي يعني كده. انت خطيبي يا ساتر. يعني الكام خروجه اللي خرجتوهم الواد اتبهدل بالشكل ده؟ عامل له ايه بقى؟ حظه كده. وبعدين هو عصبي وجابه لنفسه. المهم هتتقابلوا تاني امتى؟ ما اتفقناش. يلا تصبحوا على خير. الواد ده لو ضاع منا مش هنلاقي زيه تاني. يو يا فؤاد ايه اللي هيضيعه بقى؟ وبعدين بقى ما هواش ذنب البنت. كنت زي ما انت شايف هي بتنفذ كل اللي بنقوله لها وبتسمع الكلام. عموما ابوه جاي لي بكره الصبح البنك لما نشوف. قرض بالمبلغ ده يا بدران محتاج حوالي شهر عشان لوحدي بنت فيه. شهر؟ يا طيب معلش انا هبعت المدير المالي ينسق مع اداره الائتمان. بالنسبه بقى لموضوع الاولاد من غير ما تقول يا بدران الجواز اسمه ونصيب واحنا برضو هنفضل اصدقاء بغض النظر عن اي حاجه. الله الله ليه بتقول الكلام ده؟ يعني لو
لو حازم ما لقاش في سلمى البنت اللي هو متخيلها عادي ما تتكسفش مني. بالعكس. طب انت عارف حازم ابني قال لي ايه؟ والدموع بترغرغ في عيني. قال لي بابا انا ندمان على العمر اللي ضاع مني قبل ما اعرف سلمى. للدرجه دي؟ طبعا. طب تعرف احنا لولا بندور للولد حازم على بنا بحندقه كده، طبعا لسه هنفرشها ونشطبها ونلزي منه حاجه كده تيجي بمقام عروستنا كنا جوزناهم بكره. لزوم ايه فيلا وفرش وتشطيب؟ ما يقعدوا عندك ولا عندي، ما احنا بيوتنا واسعه. لا بس كده حازم مش هيوافق طبعا، اصله يا سيدي بيحب ياخد راحته ببيته. خلاص يقعدوا عندك وبيتك بيته برضه، وبعدين يونسوك بدل ما انت قاعد لوحدك. اسكت يا فؤاد اسكت، نسيت اقول لك مش الحمام بتاع قوره الولد حازم اللي فوق ضرب فجاه بوظ الدور الفوقاني كله وداخل على الدور التحتاني كمان؟ بسيطه، ابعت لك مهندس الديكور بتاعي في ظرف اسبوع واحد هيخلي الدور التاني ده احلى جناح لاحلى عروسين، والفرش هديه مني لسلمى وحازم. قلت ايه؟ الخميس الجاي كويس؟ والله هو بس انت ليك حق، الخميس الجاي قريب قوي، يبقى الخميس اللي بعده. مبروك، الف الف مبروك. يا عم جواز مش هتجوز، شيلني من دماغك. يا حازم يا حازم، فؤاد الملط هو اللي زنق ابوك واضطر يوافق. طبعا مش لاقي حمار يشيل البلوه دي فاضطر يلبسها انا. حازم انت ليه عايز تهب ابوك بناه بقاله سنين؟ ابوك اللي رباك اطلب منك طلب قد كده هو تخلى بيه؟ تصدق انا دمعت بجد؟ انت ممثل زباله على فكره. الله يخليك. انت ليه الادب وسافر؟ الله يخليكي. بقول لك ايه؟ انت تتجوز البنت دي ولما تاخدوا الكارت هو بطلقها. هي حكايه البنت دي، البنت دي يا اما عبيطه يا اما بتلغيني، بس مش حلوه قوي يعني، برضو تنفع في وقت زنقه. لولا عادل لو قاعد في مكان لقيت شاب سيز بيعكس البنت بتاعتك تعمل له ايه؟ هطبقله وشه خليه ما ينفعش. ده عيل مريض يا جدع، ده قال له واجب والله. بس انا رايي يا جماعه كده ادوا له فرصه. جاز ما خدش باله. ليه؟ عصفوره قدامه؟ اعمى ما بيشوفش. ساعات بتحصل يا باشا والله، ساعات بتحصل بيبقى في سبوره مع انعدام رؤيه، بالذات في كميه البخار اللي طالعه من صدرك دي. برضه الواد عنده حق يا رفعه، هفهمه غلطه ولو ما فهمش منكوحه في وشه بس. وليه تتعب صدرك يا باشا؟ ليه تتعب صدرك؟ خلاص يا جماعه الواد فهم غلطه خلاص،